آمين. حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء يا رب العالمين. حمدا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى له الحمد في الاولى والاخره وهو على كل شيء قدير. واشهد ان لا اله الا الله وحده في كونه وملكه وسلطانه لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه ومصطفاه من بريته ومختاره. من لم يصل عليه كان بخيلا، صلوا عليه بكرة وأصيلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعن كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إن هنا من دواعي الفرح والسرور والغبة والنبول، وإن من السعادة كل سعادة أن نجتمع في مثل هذه المناسبة بارئ ابي بكر على طاعه الله عز وجل، وحتى نشهد هذا الزواج، وحتى نشارك اخواننا فرحته هذه، سائلين المولى جل وعلا للعائلتين المتصاهرتين، عائله بشارى ومن صاهرها من عائله بالرشه، وللعروسين الكريمين ولكل من حضر هذا العقد ولبى هذه الدعوة المباركة، أن يهدئ لنا جميعا المال ويصلح لنا ولهم الحال والمآل. سبحان من جمع القلوب بفضله وعلى رحاب الود عمر دارها. تم اللقاء وزاده تشريفكم في ساعة قد أشرقت أنوارها. والآن على بركة الله تعالى نفتح المجال للوليين المتعاقدين قد تفضلا، ولنستمع الى صيغه العقد التي جئنا من اجلها. بارك الله بالجميع. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. جئتك قاصدا على ربك في تزويج من لا شك مال من تلون الى موكله بدون نسبه احد على سنه الله والرسول وصدق واتفق عليه. قبلت منتم اذا قبل هو اللي يقبل. تفضل وعاد دور. مدلنا الطفل ما تمنحنا من كل شيء عندنا. نقول اننا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تأتي جد القاسمة الراغبة في ترغيب وفي موكلتها بلش الأمان من تلوي إلى وكيله يونس بن أحمد الإشارة على سنة الله والرسول ومن اتفق عليه بصدقة. إذا قبلتم تزويجها قبلنا بإذن الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تأتي جد القاسمة وقومنا بالدين الحميد من كل اعوجاج،
بحمد الله تبارك في علاه، وتم التحاقد والتخاطب بين الطرفين، فلقد زوج ولي البنت زوج اخته الكريمه المصونه المحروسه أمة الله أمال بن النووي بن نشأ، زوجها من الفتى الشاب أخينا الكريم عبد الله يونس بن أحمد بن سعدي بن مسلم بشارة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه التبرع وتراضي عليه، بعدما رضي رضيت به زوجا وقبل له بها زوجة على الشرط الذي شرطه الله على الجميع، فإسلامه بمعروف وتصريح بإحسان جعلها الله مباركة عليه وجعله مباركا عليها وعلى هذه الأسس الحميدة والقيم الفاضلة وعلى هذه المباني والمكارم التي أورثها رب العزة تبارك وتعالى حين قال في كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. على هذه المودة والرحمة اجتمعنا ونحن إن شاء الله سنشهد على هذا الزواج بإذن الله تبارك وتعالى، على هذه المحبة والألفة، على هذه المبادئ وهذه القيم، إذ أن كل شيء في هذه الدنيا لا يصلح إلا بهذه القيم وهذه المبادئ وهذه المكارم، فإذا من حرف العبد عن هذه المكارم سيئت الأخلاق عياذا بالله وانحدرت إلى الأسفل وساءت المعاملات وساءت المكارم، وهذا ما حرم منه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله عندما قال إنما بعثت بخرة من مكارم الأخلاق، فعلينا وعليكم بالأخلاق الفاضلة حتى نسعى الدنيا والآخرة. نسأل الله الكريم جل وعلا أن يبارك بين الزوجين وأن يجمع بينهما في خير وأن يصلح عشرتهما وأن يطيب سكنهما وأن يبارك لهما وفيهما وأن يرزقهما الكثير الطيب ذرية صالحة وأيام سعيدة في كنف الحلال والولاء، وأن يجعل بينهما المودة والرحمة والألفة والعطف والحنان، وأن يصلح حالهما وأحوالنا جميعا وأحوال هذه الأمة الخيرية في مشارق الأرض ومغاربها، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وبسم الله تعالى الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للطلقاء الخاتم لما سبق الآخر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.